الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد أعمل شروحات الخرصة محمود. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمى لأعمل شروحات الخرصة والطلبة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها وأرجو من حضراتكم التعليق ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنعمل دوت إن شاء الله ورضاكم وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله هنتكلم على اختبار من الاختبارات اللي هي هتتم على الإضافات. إحنا قبل كده عملنا مقدمة على الإضافات وقلنا إحنا هنتكلم من خلال المواصفة الأمريكية اللي هي 494 اللي هي سي والمواصفة الأوروبية أو البي اس اي ال اللي هي 480 وكمان المواصفة البريطانية اللي هي 5075 وطبعا احنا قلنا كل واحدة ليها أجزاء وكل واحد بيتكلم على حاجة. احنا في المقدمة اتكلمنا بصفة عامة عن الإضافات والفايدة منها ايه وأنواعها ايه، ما اتكلمناش على التركيبة الكيميائية بتاعتها اللي مش هتفيدنا أصلا في حاجة. وقلنا هنعمل الاختبارات بتاعتهم كلهم إن شاء الله حسب طول الاختبار. في اختبارات بتاخد عمل كتير هنعملها في حلقه لوحدها وان شاء الله هنبدا بيها النهارده. وفكره عامه في دوت الاختبارات اللي بتتعمل على الاضافات هي تقريبا خمس اختبارات او ست اختبارات. هو اختبار ان احنا بنقيس البي اتش بتاع الاضافات او الاس الهيدروجيني، وفي اختبار محتوى اللي هو الماده الصلبه في الاضافات نفسها، واختبار الكثافه النسبيه اللي احنا بنجيب الكثافه بتاعتها، ونجيب اختبار كمان اللي هو محتوى الرماد في الماده سواء كانت باودر او ماده سائله، ونجيب كمان الكلوريد اللي احنا عارفين الكلوريد اللي هو عدو الخرسانه الاول اللي احنا بنقول عليه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اول اختبار. الاختبار بتاعتنا هو محتوى الماده الصلبه اللي انا بدات بيه لان ده يعتبر اهم اختبار بيهم اي حد من الناس بتوع المعامل، عشان يعني ده يعتبر يعني اختبار ممكن على اساسه الاضافات تتقبل او تترفض. الاختبار ده هيتم على الاضافات سواء كانت الاضافات السائله او الاضافات اللي هي البودر. الاضافات السائله زي كده مثلا يعني داخل دي عينه بس اضافات سائله جبناها هي هنعملها اختبار ان شاء الله مع بعض، وممكن تكون بودر. معلش احنا خابين جايبين اسم الشركه او اسم الماده نفسها طبعا عشان ما نقدرش نعرضها. فاضافات بودر ايا كان المنتج بتاعها ايا كان سواء كان جاش اكياس صغيره في الاول او احجام كبيره. احنا قلنا قبل كده ازاي هناخد العينه من المطبخ بتاعها من مكان التشويه لغايه ما توصل المعمل نعمل لها اختبار. الاختبار اللي هنعمله دلوقتي هو اختبار الماده الصلبه هنعمله على المعين سواء كانت اضافات سائله زي دي الاول او كانت ماده باودر يعني بيبقى عليها اضافات صلبه. هقول انا هنعمله ان شاء الله عملي مع بعض، بس احنا برضه زي كل مره بنقول البدء الاولاني من الحلقه بنقول الاختبار بيتم ازاي كده مجرد فكره. الاختبار هيتم ازاي؟ قال لي ان انا هجيب رمل يعتبر رمل قياسي هيبتدي ممكن تجيبه رمل قياسي دوت. الرمل دوت هاخد منه من 25 جرام ل 30 جرام واستعمل بوتقه بالشكل ده. هو في مصر هتلاقيها مكتوب في الاس تي ام وكل المصري موضحها برضه بيقول يعني بوتقه تكون ازاز مش عارف وليها فوهه وليها غطا، بس انا رايي ان ممكن اي حاجه تقضي الغرض فديت ايه بوتقه بالشكل ده. هو شرط مقاسات بيقول ان الدايمتر بتاعها او مقاس الفتحه بتاعتها 6 سم والعمق بتاعها 3 سم ويكون ليها غطا. طريقه الاختبار ان انا هاخد من الرمل ده من 25 جرام لغايه 30 جرام وابتدي احط الرمله ديت جوه البوتقه كده بالشكل ده. وطبعا اللي هيحصل كالتالي هغطيها وبعدين هوزنها اخد وزنها واصفره يمكن يعني يكون ميزان حساس دقته عاليه جدا ممكن يكون يجيب ثلاث ارقام عشريه عشان اخد بالي من الوزن ديت، وابتدي اجففها في الفرن لغايه الوزن ما يثبت وهو حد قال 17 ساعه زائد او ناقص 15 دقيقه يعني زائد او ناقص ربع ساعه. اللي العلم برضه الرمله اللي بستعملها ديت رمله بتكون مره من ننفذ رقم 50 رقم 30 اللي هو بنقول عليه اللي هو بوينت 600 يعني 600 مايكرون يعني 6 من 10 من الملي اللي هو رقم 30 جرام. خد الرمل كل حاجه يبتدي يحط البوتقه ديت بعد ما خد وزنها كل حاجه يبقى اول حاجه وزن البوتقه بالرمله دي اول حاجه دي اول وزن لازم احتفظ بيها ويبتدي يوزنها. بعد ما يوزنها هيسجل الوزن
ونحتفظ بيه طبعا في الداتا زي ما قلنا، هيتعمل ايه؟ هيبتدي بعد كده يشيل الغطا بتاعها ويحطها في الفرن ويجففها لمده 17 ساعه زي ما احنا قلنا. بعد كده يطلعها ويغطيها وبعدين يحطها في البسكيتو او المجفف لغايه الوزن بتاعها ما يرجع يثبت وزنها تاني. ده الوزن اللي هو الاهم بالنسبه لي، ويكون في درجه حراره المكان اللي انا فيه عادي، ما فيه يعني 20 25 درجه حراره بتاعت الغرفه. وده انا غيرتها كل حاجه، وبنفس ابتدي اجيب الاغراض بتاعتي عن طريق سحاحه واخد منها 4 مللي، ناخد بالنا من المللي ومن الجرام، ناخد بالنا من المللي ومن الجرام، فانا هاخد 4 مللي، 4 مللي هقيسها يعني هجيب سحاحه بالشكل ده وابتدي اخد ال 4 مللي واسقطهم افردهم حوالين افردهم على وش الرمل، انقطهم طريق كده واتوزعهم وابتدي اروح مغطي البوتقه واروح جاي واوزنها تاني. يبقى دي تاني وزن عندي اللي هو وزن البوتقه جافه بالاضافات. ال 4 مللي دول زي ما يطلع وزنهم، هيطلع 2 جرام 3 جرام زي ما يطلع الوزن بتاعهم. يبقى دي تاني وزن. بعد كده ابتدي ادخلها في الفرن، بس اكشفها برده وادخلها الفرن برده تقعد 17 ساعه زائد او نص ربع ساعه. بعد ما اخلص ال 24 ساعه هيطلع البوتقه ويروح جايين وزنها، بس بعد ما اجيب في الديسكيت. يبقى دي الوزن الثالث، وزن العينه البوتقه بالرمل اللي فيها بالعينه وهي جافه. وهنعمل دوت ان شاء الله الاختبار عملي مع بعض، ونفس الطريقه اللي احنا عملناها على الاضافات السائله هتتم برضه على البودر، بس هنا هاخد منها 2 جرام. ناخد بالنا انا دي اخدت 4 مللي، 4 مللي مش 4 جرام، لكن في البودر هاخد 2 جرام اوزنهم برضه لقرب تطهر واحطها برضه على الرمل وابتدي اجففها نفس الطريقه. وبعد كده هنعملها نفس الحسابات بعد ما نشوف الجيلي مع بعض. هنشوف كده احنا مازلنا ازاي هنعمل الاختبار عملي، واحنا نشوف اللي احنا قلناه. واحنا قلنا فكرتها كلها ان هو هياخد رمله قياسيه، وكلمه قياس يعني متحدد المقاس بتاعها، وهي هتكون مره من المنخل رقم 30 اللي احنا بنقول عليه اللي هو منخل 0.6 مايكرون. هيجيب البوتقه اللي احنا اتكلمنا على مقاساتها، ودي هنلاقيها برده واضحه في المواصفات الامريكيه طبعا واضحه جدا. وهياخد منها فيها في العلبه ديت او في البوتقه دي، احنا هنقول عليها بوتقه مع بعض. هياخد فيها من 25 ل 30 جرام الرمل القياسي اللي قلنا عليه دوت، وبعد كده يحطها في البوتقه ويوزنها. يبقى يوزن اول وزنه ونريد نسجلها مع بعض ونحتفظ بيها، هتبقى وزن البوتقه بالرمله جافه. هيغطيها وبعد كده يحطها في الفرن يجففها لمده زي ما الكود بيقول 17 ساعه زائد او ناقص ربع ساعه، وبعد كده يطلع البوتقه ديت ويسيبها تبرد في الديسكيتور ويعمل لها عمليه التبريد، وبيسيبها تبرد في المكان اللي هو بيختبر فيه عادي، ويوزنها ويسجل الوزن. يبقى لازم نحتفظ ان دي اول وزنه، وزن البوتقه بالرمله جافه وهي فيها 25 او 30 جرام. حضرتك وزنت 25 26 27 28 29 30 جرام، مش هيبقى فيها اي مشكله. هنشوف الراجل هيعمل ايه بعد كده. بعد ما خد الوزنه وسجلها هيعمل ايه يا ترى؟ هنشوفه. هيجيب الاضافات ويستعمل السحاح او اي حاجه ذو حجم معلوم، وياخد، ناخد بالنا من دي جدا يا جماعه، ما ياخدش 4 جرام، ياخد 4 مللي، يعني هيشتغل بالحجم مش بالوزن. هو هنا بيشتغل بمخبار ساعته 10 مللي، وخد فيه ال 4 مللي زي ما احنا عارفين، ويبتدي يفردها على وش الرمل. يبقى ناخد بالنا ان دي هتبقى تاني وزن، يبقى تاني وزنه البوتقه وهي فيها الرمله جافه، ناخد بالنا من ديت، وفيها ال 4 مللي، ونشوف وزنهم قد ايه. يبقى احنا كده هنعتبر الرمله بالبوتقه هي البوتقه الواحده، هيبقى ده اول يعني وزنه ثابته. ويحط البوتقه زي ما احنا شايفين كده، ويبتدي يعمل لها برده عمليه تجفيف زي ما الراجل كاتب في المواصفه اللي هي 17 ساعه زائد او ناقص ربع ساعه، ويشيلها في الفرن. وبعد الاربع الحراره هي برضو الفرن حتى مضبوط على 107، وبقول 110 زائد او ناقص 5، يعني من 105 ل 115، ودي ياخد الوزنه بتاعتها. نفس الاجراء دوت اللي عمله الراجل دوت في الماده السائله اللي شفناها مع بعض، هيعملها في الماده الصلبه، لكن الفرق ما بين دول زي ما احنا قلنا هياخد بس 2 جرام بالوزن. يبقى هنا في الماده الصلبه هياخد 2 جرام بالوزن، وفي الماده السائله هياخد 4 مللي بالحجم، ويسجل طبعا الوزن بتاعه.
احنا شفنا مع بعض كده واحنا بنعمل الاختبار، احنا نفس اللي قلناه في المقدمه، احنا شفنا الزباين اللي بيعملوه. دلوقتي احنا هنقسم ازاي هطلع النسبه بتاعه الماده الصلبه في عينه نظافة، سواء كانت بودر او سواء كانت سائله. احنا قلنا ثلاث حاجات في الاول، هنكتبهم مع بعض كده الثلاث حاجات المهمين. دول الثلاث اوزان اللي انا من خلالهم هحسب الماده الصلبه في العينه اللي احنا عملناها ونشوفها مع بعض ازاي بتتعمل ازاي. المعادله الكوبيه اهي نسبه الماده الصلبه او ورقه الماده الصلبه اللي في العينه هتساوي ايه بقى؟ هنتكلم مع بعض المعادله معانا هي بتقول نسبه الماده الصلبه هتيجي وزن العينه بالبوتقه وهي جافه ناقص وزن البوتقه بالرمل لما احنا كشفناه قبل ما نحط الاضافات على وزن العينه بالبوتقه وهي رطبه وهي لسه ما جفتش ما حطيناش في الفرن ناقص وزن العينه بالرمل وهي جافه برضه وهي جافه. ما احنا جبناها الاول. طب لما انا اصفي المعدل من خلال الارقام بتاعتي هقول وزن العينه بالبوتقه جافه اللي هي 55 جرام، قول 55 جرام بوينت 718 ناقص وزن البوتقه بالرمله وهي جافه قبل ما احط الاضافات كانت عامله 52.218 هقول على وزن العينه بالبوتقه رطبه بعد ما جففناها في الرمله 17 ساعه حطينا 4 مللي وبعد كده وزناها دي تاني وزن هي كانت عامله 60 جرام 429 جرام ناقص وزن البوتقه برضه بالرمله وهي جافه من غير اي اضافات سواء جافه او رطبه اللي هي عامله 52.218 كل ده في 100. وصلت فيها المعادله ديت لو احنا طرحنا دي من دي اللي تحسبوها برضه لو في اله حاسبه بس احنا عشان الوقت حسبناها كانت عامله 3 جرام بوينت 5 على لو احنا طرحنا 60 و 29 ناقص 52 218 كانت عامله 8.211 طبعا في 100 هتساوي لي لو احنا حسبناها مع بعض هتعمل لي 42.6 في 100 ديت النسبة بتاعة المادة الصلبة اللي هي فضلت في البوتقة، يعني البخر وراح نسبة المية اللي هي في العينة. في السؤال هنشوف الحدود بتاعتنا، هل هي محققة الغرض ولا مش محققة؟ هل هي محققة الغرض ولا مش محققة؟ هتشوف أنت المصر اللي شغال بيها، لو أنت طبقت سواء كانت على المصر الأوروبية اللي هي بي اس 480 بي اس اي ام اللي هي 480 أو البي اس اللي هو البريطاني اللي هي 50 75 سواء تقريبا الجزء الاول البارت الاولاني او اشتغلت عن طريق الكود الامريكي اللي هو الاي اس تي ام اللي هو 494 طبعا سي طبعا واخد بالك من السي والدي. الباص اللي انت شغال بيها هي نفس الخطوات هتلاقي في اختلافات شبه بسيطه جدا يعني مهمشه لا تذكر. لكن انا اتكلمت بالمصر الامريكيه اللي هو الطريقه الغالبه دائما في اي مشروع، يعني انت لو طبقت الطريقه اللي هي الاوروبيه مثلا هتلاقي اختلافات مثلا في نسبه الرمله، احنا قلنا من 25 جرام 30 جرام هتلاقي اختلاف بسيط، وانا ان شاء الله لما اجي اعرض المصر دلوقتي ان شاء الله هنعرض الثلاث مواصفات مع بعض وهنجيب الباراجراف او الجزء اللي بيتكلم عن اختبار الماده الصلبه ونعلمها علامه نعمل عليها مرض ونشوف لو كان في اي خطا او اي حاجه، فلازم نرجع للمواصفات دي. الطريقه دي هتتم سواء كانت على الاضافات السائله اللي احنا قلنا عليها او الاضافات اللي هي الصلبه اللي هي بنقول عليها البودر، ايا كان الاضافات اللي انت هتتم عليها الاختبار هتتم بنفس الطريقه الا اختلاف واحد بس ان في الماده السائله هاخد 4 مللي بالسحاحه مش 4 جرام او ممكن عن اي حاجه تقدر تعرف كام مللي. الماده الصلبه هاخد 2 جرام باور اللي طبعا يحصل في البودر عندي ان اللي هيتبخر في الميه اللي فيها انا اعتبر اكني بجيب نسبه الرطوبه. نسبه الرطوبه الميه اللي فيها اللي اتبخرت من البودر بتاعي. فاحنا هنشوفها مع بعض في الفيديو او شفناها مع بعض في الفيديو اللي هيتم ازاي. ادي المواصفه الامريكيه قدام مننا اللي هي اس ال اي اس تي ام سي 494 ادي كيميكال ادمكتشر فور كونكريت وهنجيب الجزئيه اللي احنا عملنا من خلالها الخطوات او طريقه الاختبار. اهو زي ما شايفكم زي ما حضراتكم شايفين ادي الجزئيه اللي احنا عملنا من خلال الاختبار غالبا هتلاقوها في الصفحه رقم 7 ادي هي علامه هي بتقول خد من 25 ل 30 جرام من الرمل القياسي اللي احنا قلنا عليه
من المقاس المنخل اللي هو رقمه 30، رقم المنخل 30 يعني مقاس الديمتر بتاعه اللي هو 600 ميكرون، وادي طريقه التجفيف بتاعتها، والجفف الرمل 17 ساعه زائد او نص ربع ساعه زي ما احنا عملناها مع بعض، وده والاضافات ناخدها 4 مللي، ادي عليها ماركه هيت علامه واضحه هيت. ده بالنسبه للاضافات اللي هي السائله، وادي التكمله بتاعتها هي برضو في بدايه الصفحه الثانيه من الجهه اليمين اهيت، برضو لو اي حد عايز يقرا نفس اللي احنا بتقالي تقريبا نفس اللي احنا طبقناه مع بعض. وبرضو في نفس الصفحه برضو الطريقه بتاعه الحسابات اهي، العلامه اهيت على كلمه كالكوليشن اهيت، المعادله اللي احنا حسبنا من خلالها وقدرنا نطلع نسبه الماده الصلبه قد ايه في العينه اللي احنا بنجري على الاختبار. كل الكلام ده كله من خلال المواصفة الأمريكية، ونفس الطريقة ونفس الخطوات ونفس الأسلوب هنلاقيه برضو في الكود الأوروبي اللي هو BSEN 480، وبرضو الكود البريطاني اللي هو 5075. برضو ممكن تفتحوهم وتشوفوا ايه الخلاف اللي بين الاتنين، وانت أهم حاجة لما تيجي تشتغل تقرأ المواصفة اللي انت شغال من خلالها. يعني احنا بنقول طريقة زي ما احنا قلنا تطبقها في اي مواصفه ايا كانت، بس تشوف التركات او الحاجات الفنيات البسيطه اللي بتخلف مواصفه عن مواصفه. بكده بنقول ان ده اول اختبار من الاختبارات الاولانيه الخمس اختبارات اللي هتتم الاضافات، ودي كانت فكره بسيطه جدا، ولو كان في اي خطا ممكن برضه نكمله مع بعض من المواصفات وروحها، ولا اتمنى لو اقدر او اوصل لكم المواصفات دي ابعتها لكم تحت امركم ان شاء الله. وبكده بقول ان انا خلصت اول اختبار، واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد دفاني لعمل شروحات الخاصه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، وما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.